ليكون مسجد الموقع مش المبنى، الموقع نفسه اللي احنا الان فيه، ويقال له كذلك المسجد العتيق ويسمى المسجد زي ما قلنا العمري. ولكن فيما بعد سمي الشافعي لأنه كان يدرس في المذهب الشافعي. من الأسامي اللي ما زالت متعلقة به مسجد الجامع اللي ذكره ابن بطوطة في رحلته أثناء زيارته المدينة جدة، ووجد أنه هذا المسجد الذي يكاد يجتمع فيه 40 رجل ليكتمل نصاب صلاة الجمعة، وكان يسمى بمسجد الجامع. السوق اللي مباشرة أمام هذا المسجد ما زال إلى اليوم اسمه سوق الجامع. مشروع ترميم المساجد التاريخية لمدينة جدة اللي بدأ ترميمه في 2015 وانتهى في 2018، وصلينا في صلاة التراويح.